اهلا وسهلا بيكم في قناة طوري موهبتك. هنتكلم في الحلقة ديت على صيانة يونت مكن تصوير شرق موديل ARM 550 او 620 او 700 او MX 850، كل انواع المكن دوت هو نفس يونت الدرام. فاللي معاه النوعية ديت دي تابعنا. موضوع بسيط جدا، بس اعطال المكنه كتيره، واقل حاجه ممكن توقف لنا المكنه. اول حاجه عندنا مسمار من على اليمين هنا زي ما انتم شايفين، ومسمار هنا هو ده على الشمال، هنحشهم. اول ما بنفتح في عندنا سوكت زي ما انتم شايفين، بنضغط عليه وبنطلع اقرا بصمة الدرام. هنفتحه، نبقى حذرين جدا في التعامل مع الدرام كده. انا حركته عشان البليد اللي تحتيه يمسح لنا الحبر الزياده. هنطلعه بالطريقه دي. طيب احنا هنا فتحنا عندنا الكورونا، هنحشها ازاي؟ بنطلعها زي ما قلنا في بصمتين هنا، ودول المسؤولين عن قراية بصمة الدرام، ودول طبعا مهمين جدا وهم بيأثروا في الورقة بشكل كبير جدا. لو عندك تآكل في البصمة ممكن يعني الدرام يبقى معملش المعدل الطبيعي بتاعه، وتلاقي اي كحتة فيه، وده نتيجة ان المخدات، ده يونت قديم بجرب لكم عليه. لو في اي كحته بتاثر طبعا على البصمه، فبتديك الصوره سوفت خالص وانت مش فاهم، يعني انت عندك كل حاجه تمام، بس ممكن قرايه البصمه دي تخلي الصوره سوفت عندك. بنمسحهم باي حته طبعا نظيفه او منديل. وعندنا الجزء ده، عندنا هنا فرشه، يفضل الفرشة الصغيرة دي. هنمسح معلش اللمبات تاني، على اللمبات تاني، علشان هنمسح اللمبات تاني علشان الحبر جه عليهم. وهنأكد هنا كمان، نمسح البصمة، وهنا هوت، ونتأكد ان معلهاش حبر خالص. يعني نحاول احنا هنا هوت عندنا مخدتين زي ما انتم شايفين، المخده ديت ما فيهاش اي مشكله اللي هي دي، لكن عندنا هنا في قطع زياده، ده اللي انا بقول لكم عليه. مع كتر الشغل والصيانه ما اتعملتش، فتراكم جزء من الحبر باي قطر او باي سكين نشيله. زي ما انتم شايفين احنا كده نضفنا الحبر الزياده بحيث ما يجرحلناش البصمه. في ايه تاني؟ طيب عندنا هنا الشيت ده مهم جدا. زي ما انتم شايفين انا حاطه فوقيه سولوتيب. ليه بقى؟ ان عندنا لما بدل ما اشتري واحد جديد، ممكن تعملوا في سولوتيب اسمه ماجيك، يبقى سميك شويه، ممكن تحطوه او اي سولوتيب بحيث يمسك لنا الشيت، عشان في اي لو الشيت مقطوع بيسرب لنا حبر نقط كده. هتلاقي وانتوا شغالين نقط
حبر على الورقة، فده برضو الجزئية دي مهمة. وبرضو لو حابين تغيروه، في عندنا ادي مسمار 2 3 4، يا اما بتغيروه يا اما بتحطوا سولوتيب بالماجيك او سولوتيب بالحام عادي او اي سولوتيب فري. زي ما قلنا المخدات دي مهمة جدا، هي اللي بتعمل لو عندكم خلل في المخدات بيسرب حبر وبيؤدي الى تآكل البصمة. هنقفل الشغل بتاعنا، بس هنأكد بقى على مسح الدرام كويس. زي ما قلت لكم البصمة كده، احنا نضفنا يونت الدرام. هنقفل بقى تقفلتنا، طبعا قلنا ده البليت، وشفنا ازاي بنغيره ونركبه. في عندنا هنا هو بنحطهم وبنقفل بقى شغلنا عادي جدا. كده احنا ربطنا الثلاث مسامير بتوع البليد. معلش احنا بنأكد كل مرة ان عشان لما نيجي نقفل اليونت في المكنة ما يطلع لناش مشكلة، فبنأكد ان احنا ماسحين الاجزاء كلها ومعليهاش حبر. بندخلها بالطريقة دي. في عندنا هنا هو اخرام، ندخلهم من جوه. بنتكي عليها اهي، لازم تبقى ما تبقاش عالية، يعني تبقى كده تتأكدوا ان هي داخلة. وادي البليد، مسحنا المخدات. هنركب بقى الدرام. في عندنا اللي هو الجزء دي تبقى من بره، وهي هتدخل معاكم مرتاحة فتعرفوا ان دي الجزء بتاعها. اهي بنلف كده وبنأكد ان الدرام، بمسح تاني برضو العدسة هنا، بتأكد اني ما عليهاش اي حبر، ان لو في حبر بسيط جدا عليها بيأثر لنا على زي ما قلت لكم البصمة. ما تنسوش الجاك، عشان الجاك ده مهم جدا، هو طبعا المسؤول عن قراية العدسات للبصمة. وهنربط، موضوع بسيط جدا ومش محتاج تكلفوا نفسكم، تتصلوا بالمهندس. الحقيقة انا مش مهندس، الصورة ضعيفة ولا اي حاجة، اعملوا الحاجات دي بنفسكم. طبعا احنا هنفك في مرة تاني اللون دوت وهنقول اعطاله كمان. احنا عندنا هنا في جزئية، انا بس توضيح، في جزئية التروس ده، الماسورة اللي انتوا شايفينها دي يعني بالبلدي كده الصرف اللي بيطلع فيه العادم. احيانا عشان نوعية الاحبار مش كاتون او مش اصلية، فبتسبب ان الحبر بيتحجر، فتيجي التروس تيجي كده، المفرمة مش المفرمة اللي تحت، ما انا هفكها لكم حتة حتة بعد كده، بس انا بتكلم على يعني الصيانة العادية. تيجي نلف التروس نلاقيها محجرة معانا والمفرمة ما بتلفش. هقول لكم ازاي بنفك. يا رب يكون الفيديو عجبكم وفادكم. مستنية تعليقاتكم، مستنية الاشتراك في قناة طوري موهبتك.